انضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يوسف، وأبدأ معك من جباليا. يعني ما الذي توافر لديك من معلومات وأنت في خان يونس عما يحدث في جباليا المحاصرة؟ نعم خالد، ما يجري في جباليا هي جرائم إسرائيلية متواصلة بحق الفلسطينيين الذين رفضوا النزوح من داخل المخيم ومن مناطق بيت لاهيا وبيت حانون. الذي جرى منذ ساعات الصباح أن الاحتلال الإسرائيلي كثف من قصفه المدفعي وسط المخيم وغربه، حاصر مراكز الإيواء وأجبر النازحين فيها على المغادرة بعدما فصل ما بين الرجال والنساء، قام بتفتيشهم ومن ثم سمح لهم بالتحرك صوب مدينة غزة، وبذريعة أن الطريق آمن للتحرك صوب شارع صلاح الدين ومنطقة الجرن ومن هناك إلى منطقة جباليا البلد. لكن عدد من هؤلاء جرى قصفهم بشكل مباشر من قبل الآليات الإسرائيلية قبل وصولهم إلى منطقة جباليا البلد، ما أوقع عدد منهم بين شهيد وجريح، إضافة إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر مدرسة غازي الشوى في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. والمعلومات الواردة هنا من هناك تفيد باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة. أيضا في منطقة جباليا البلد، وبينما تجمع عدد من المواطنين للحصول على المياه، أطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا صوبهم ما أدى لاستشهاد 6 منهم حسب المصادر الطبية الفلسطينية. بمعنى أن الاحتلال منذ ساعات الصباح الباكر يرتكب مزيد من المجازر في منطقة جباليا، وبين فينة وأخرى تشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من منطقة جباليا ومنطقة لتوام وكذلك بلدة بيت لاهيا. لكن حتى اللحظة لا إحصاءات دقيقة تتعلق بحجم المجازر التي ترتكب في شمال قطاع غزة. في منطقة الزرقاء أيضا، وهي المنطقة الواقع إلى الشرق من بركة الشيخ رضوان، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة مقاط ما أدى لاستشهاد 7 منهم، عدد منهم من الأطفال والنسوة. في الأطراف الشمالية أيضا لشارع أحمد ياسين الواقع إلى الغرب من منطقة الصفطاوي، أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدة قذائف ما أدى لاستشهاد مواطنين، بينما القصف الذي أتى على منزل عائلة المدهون في حي الشيخ رضوان أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين. لذلك نحن نتحدث عن أكثر من 35 شهيدا منذ فجر اليوم حتى نعم هذه اللحظة هنا في جنوب القطاع. أشكرك يوسف وأكتفي منك بهذا القدر. يوسف أبو كويك.